درويش لهاني، هاني ممتازة من سامر، موسى فراوي والهدف. جول 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 من أول فرصة حقيقية، من أول فرصة ذهبية، ترجمة مثالية نموذجية من الكتيبة الهلالية ومهاجمهم سامر الزبيدي بهذه الطريقة لموسى فراوي، أرضية ولا أروع. وفي القائم الأول، في القائم الأول ريبالدا أمشى موجود صح ويكملها صح الصح في الجول. ريبالدا أمشى يسجل أول هدف اللقاء للهلال. ريبال في الأهداف وفي سجل الأهداف اليوم، 1-0 للهلال.